بتنصيب الهيئة الانتخابية الوطنية أدرك جيدا بأن هناك متاعب جديدة ستضاف لمتاعب حركة البناء الوطني من شركاء لنا في النضال السياسي ومن جزء من النخبة الوطنية، لأن حركة البناء الوطني تقع في استقطاب كبير جدا بين دعاة الحل الدستوري وبين دعاة عدم إنفاذ الانتخابات التشريعية. فبتنصيب الحركة هذا اليوم للهيئة الانتخابية الوطنية وبسحب في 58 ولاية لأوراق الاكتتاب للتوقيعات من أجل الترشح للانتخابات التشريعية، هذا يعني بأن الفريق الذي هو ضد الانتخابات قد يائس تماما من حركة البناء الوطني، وسوف كل الحبال أو كل شعار معاوية التي كانت بينهم وبيننا سوف تنقطع في هذه اللحظة وتوجه لنا السهام الكبيرة، ونحن بعون الله ثم بالتفاف الشعب الجزائري ثم بثقتنا في مؤسسات الدولة الدستورية لا نهاب شيء، لأننا مقتنعين بأننا على الصواب.